لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا، يقول تعالى ذكره فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك واشربي من ماء السري من الجدول الذي جعله ربك تحتك لا تخشي جوعا ولا عطشا وقري عينا. يقول وطيبي نفسا وافرحي بولادتك إياي ولا تحزني. يقول نصبت العين وقري عينا، مع إن المعتد أنه قرت عينه لأنها هي الموصوفة بالقرار، إنما معنى الكلام ولتقرر عينك بولدك، ثم حول الفعل عن العين إلى المرأة صاحبة العين فنصبت العين إذ كان الفعل لها في الأصل على التفسير. قري عينا يعني عينا دي يسموه على التفسير اللي هو تمييز، نظير ما فعل بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، وإنما هو فإن طابت أنفسهن لكم وضاق بهم ذرعا، ضاق ذرعه بهم، بس هو الفاعل إلى الذات وأصبح ذرعا تفسير. يساقط عليك رطبا جنيا، إنما هو يساقط عليك رطب الجذع، فحول الفعل إلى الجذع في قراءة من قرأه بالياء، وفي قراءة من قرأه تساقط معناه يساقط عليك رطب النخلة، ثم حول الفعل إلى النخلة وجعل رطبا تفسير وتمييزا. اختلفت القراء في قول في قراءة قوله وقري، قرأ أهل المدينة فقرأوه بفتح القاف على لغة من قال قررت بالمكان أقر به، وقررت عينا أقر،
به قر، وهي لغة قريش فيما ذكر لي وعليها القراءة. وأما أهل نجد فإنها تقول ظهر قررت بالمكان أقر به قرارا. القراءة على لغتهم وقري عينا. القراءة عندنا على لغة قريش وقري عينا. القراءتان قري وقري. فإما ترين من البشر أحدا، يقول فإن رأيت من بني آدم أحدا يكلمك أو يسائلك عن شيء من أمرك وأمر ولدك وسبب ولادتك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يقول فقولي إني أوجبت على نفسي لله صمتا ألا أكلم أحدا من بني آدم اليوم، فلن أكلم اليوم إنسيا. عن أنس بن مالك إني نذرت للرحمن صوما صمتا. عن ابن عباس إني نذرت للرحمن صوما، يعني بالصوم الصمت. جبت منين الكلام ده؟ طيب يبقى جبت منين غير الصيام؟ الصيام بتاعنا احنا اللي احنا بنصوم. طب ما هو الصوم غير الصوم اللي احنا بنصوم. الصوم هو الامساك والصيام هو الامساك، الاثنين زي بعض، بس هنا صمت عن الكلام، امساك عن الكلام. يعني الصوم والصيام واحد معناه، بس هو الصيام عندهم كان مشروع عندهم انه يصمت عن الكلام ويسمى ذلك صياما لانه امساك عن الكلام. عن قتادة اني نذرت للرحمن صوما، قال قتادة اما قوله صوما فانها صامت من الطعام والشراب والكلام. احنا مش مشروع لنا نصوم عن الكلام، لكن كان زمان مشروع عندهم عن الطعام والشراب والكلام. الله يكرمك الله يكرمك، احنا ما بنألفش. الله، وفي اصرار برضو انك تجيب. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ ده احنا بنقرا اكبر كتاب تفسير يا ابني في الدنيا، ام كتب التقوم وكتب التفسير. لو لقيته قال الكلام ده بقوله، لكن هتألف؟ لا يجوز ان انا اطلع فرق من الكلمه دي وفرق من الكلمه دي. زي واحد عامل بالفيديو قد كده وعمال يتكلم على الفرق بين القريه والمدينه وعمال يالف، ولا في كلام من كده. ما ينفعش نالف كده، احنا لازم اكون يا اما انا اعرف لغه عربيه يا اما انا جبت كلام حد من السلف. ما فيش ولا كده ولا كده. احنا هنقول منين ان الصوم غير الصيام؟ لا، الصوم والصيام بمعنى واحد، ولكن الصوم عندهم كان يشمل الصمت عن الكلام، صامت عن الطعام من الطعام والشراب والكلام. قال الضحاك كان من بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام إلا من ذكر الله. فقال لها ذلك فقالت إني أصوم من الكلام كما أصوم من الطعام إلا من ذكر الله. فلما كلموها أشارت إليه، فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأجابهم فقال إني عبد الله آتاني الكتاب حتى بلغ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لكلام الضحاك كله. واختلفوا في السبب الذي من أجله أمرها بالصوم عن كلام البشر، فقال بعضهم أمرها بذلك لأنه لم يكن لها حجة عند الناس ظاهرة، وذلك أنها جاءت وهي أيم يعني ليست ذات زوج بولد بالكف عن الكلام ليكفيها، فأمرت بالكلام ولدها، أو فأمرت الكلام
يا أمرت بي الكلام ولا لا. عن حارثة قال كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر فقال ما شأنك؟ فقال أصحابه حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله كلم الناس وسلم عليهم، فإن تلك امرأة علمت أن أحدا لا يصدقها أنها حملت من غير زوج، يعني بذلك مريم عليها السلام. قال ابن زيد لما قال عيسى لمريم لا تحزني قالت وكيف لا أحزن وأنت معي، لا ذات زوج ولا مملوكة، أي شيء عذري عند الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام. احنا قلنا في الجملة دي فيها ايه؟ فيها يعني مخالفة لترتيب القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ذكر أنها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فهنا كلمها عيسى وقال لها لا تحزني، ولا شك أنها استجابت لما سمعت ولدها الذي في المهدي الذي يعني ولد الآن يتكلم، فهنا ذهب عنها ما تجد من الحزن. وأما هنا فيقول أنه بعد أن قال لها لا تحزني ظلت تقول وكيف لا أحزن. هذا ليس صحيحا، يعني هو الخلاف في الترتيب بس. فقال لها عيسى أنا أكفيك الكلام، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا كله كلام عيسى لأمه. قلنا هو ده الراجح، إن فناداها هو المسيح عليه السلام. عن وهب المنبه قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فإني سأكفيك الكلام. وقال آخرون إنما كان ذلك آية لمريم وابنها عن قتادة في قوله إني نذرت للرحمن صوما، قال في بعض الحروف صمت، وذلك أنك لا تلقى امرأة جاهلة تقول نذرت كما نذرت مريم ألا أتكلم يوما إلى الليل، وإنما جعل الله تلك آية لمريم وابنها. ولا يحل لأحد أن ينذر صمت يوم إلى الليل، لأن هذا ليس في عبادتنا، ليس في شريعتنا. لا مطلقا، يعني ليس التعبد عندنا بالصمت، إلا صمت التفكر، إلا الصمت عن اللغو من الكلام أو ما ليس بخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن ليس المقصود أن يسكت عن كل شيء، عن مخاطبة الناس والسلام عليهم. عن قتادة فقرأ إني نذرت للرحمن صوما، وكانت تقرأ في الحرف الأول صمتا، وإنما كانت آية بعثها الله لمريم وابنها. تقرأ في الحرف الأول صمتا، يعني قراءة منسوخة. وقال آخرون بل كانت صائمة في ذلك اليوم، والصائم في ذلك الزمان كان يصوم عن الطعام والشراب وكلام الناس، فأذن لمريم في قدر هذا الكلام ذلك اليوم وهي صائمة. يعني أنها أذن لها أن تقول لأول إنسان تراه إني نذرت للرحمن صوما، لأن ده كلام. فكيف قالت؟ طبعا احنا مش عارفين مسألة أنها الصيام كان عندهم يشرع للنفساء، الظاهر ذلك. عن السدي فإما ترين من البشر أحدا يكلمك فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلم حتى يمسي، فقيل لها لا تزيدي على هذا.
فأتت به قومها تحمله. يقول تعالى ذكره: فلما قال ذلك عيسى لأمه اطمأنت نفسها وسلمت لأمر الله وحملته حتى أتت به قومها. وهذا يؤكد خطأ رواية من قال أنها ولدته في مصر، أو أنها في أقرب جزء من مصر إلى بلدها، فالواضح أنها أتت به وهو في المهد بمجرد الولادة. فأتت، لأن الفاء للتعقيب. الصحيح أنها ولدت ببيت لحم من قرى بيت المقدس عن وهب بن منبه قال: أنساها، يعني مريم، كرب البلاء وخوف الناس ما كانت تسمع من الملائكة من البشارة بعيسى. سبحان الله، يعني هي أصلا سمعت ذلك من جبريل شخصيا، سمعت أن الله يبشرها بعيسى بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، قبل أن تلد، ومن جبريل عليه السلام. فبيقول أنساها كرب البلاء وخوف الناس ما كانت تسمع من الملائكة من البشارة بعيسى، حتى إذا كلمها، يعني عيسى، وجاءها مصداق ما كان الله وعدها، احتملته ثم أقبلت به إلى قومها صلى الله عليه وسلم. هائل فعلا، موقف هائل. حق لها أن تكون فضلت على نساء العالم، لأن تحمل هذا الأمر فوق طاقة عامة النساء. عن السدي قال: لما ولدته ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أن مريم قد ولدت، فأقبلوا يشتدون، فدعوها فأتت به قومها تحمله. يشتدون يعني يجرون. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قبل ما يسمعوا تهمة على طول. يقول تعالى ذكره: فلما رأوا مريم ورأوا معها الولد الذي ولدته قالوا لها: يا مريم لقد جئت بأمر عجيب وأحدثت حدثا عظيما، وكل عامل عملا أجاده وأحسنه فقد فراه. يقول الشاعر: قد أطعمتني دقلا حوليا مسوسا مدودا حجريا، قد كنت تفرين به الفريا، أي كنت تكثرين فيه القول وتعظمينه. يقال فلان يفري الفريا إذا كان يأتي بالعجب في عمله. قال الفراء: الفري الأمر العظيم، لقد جئت شيئا عظيما، أي مصنوعا مختلقا. عن مجاهد في قول الله تعالى: فريا قال عظيما. عن قتادة: لقد جئت شيئا فريا قال عظيما. عن السدي: لقد جئت شيئا فريا قال عظيما. عن وهب المنبه قال: لما رأوها ورأوه معها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي الفاحشة غير المقاربة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لها يا أخت هارون، ومن كان هارون هذا الذي ذكره الله وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى أنها أخته. فقال بعضهم: قيل لها يا أخت هارون نسبة منهم لها إلى الصلاح، لأن أهل الصلاح فيهم كانوا يسمون
وكانوا يسمون هارون. يسمون يعني يسمون أبناءهم وذريتهم رغبة في أن يكونوا صالحين، زي ما بيسموا الناس معاذ ويسموه أبو بكر وعمر عشان يبقوا إيه يعني يقولون قدوة ويكونوا صالحين زي أبو بكر وعمر ومعاذ وعلي وعثمان عائشة، يسموا بأسماء الصالحين. يقول: وليس بهارون أخي موسى. عن قتادة: يا أخت هارون، قال: كان رجلا صالحا في بني إسرائيل يسمى هارون، فشبهوها به فقالوا: يا شبيهة هارون في الصلاح. عن قتادة قوله: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا يعرفون بالفساد، ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به، وآخرون يعرفون بالفساد ويتوالدون به. وكان هارون مصلحا محببا في عشيرته. وليس بهارون أخي موسى، ولكنه هارون آخر. قال: وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل. مبالغة والله أعلم، لكن ممكن طبعا تلاقي اسم محمد النهاردة اسم إيه يعني، ممكن تلاقي في جنازة تلاقي آلاف، فما بال بالمسلمين. هو الظاهر ان هو اكثر اسماء انتشارا في العالم اسمه محمد. ها معروف ان اهل الكتاب عندهم مبالغه. عن محمد بن سيرين قال: نبئت ان كعبا قال ان قوله يا اخت هارون ليس بهارون اخي موسى. قال: فقالت له عائشة: كذبت. فقال: يا أم المؤمنين، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أعلم وأخبر، وإلا فإني أجد بينهما 600 سنة. قال: فسكتت. وربما يزيد يعني عن 600 سنة بينها بين موسى وأخيه هارون وبين عيسى عليه السلام. قال ابن زيد: يا أخت هارون، قال: اسم واطأ اسما، كم بين هارون وبينهما من الأمم كثيرة، أمم كثيرة. عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ قلت: بلى، وقد علمتم ما كان بين عيسى وموسى. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يسمون أولادهم بأسماء أنبيائهم والصالحين. الحديث الصحيح يدل على أنه ليس هارون أخي موسى، النبي عليه السلام هو الذي قال ذلك. عن المغيرة بن شعبة قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حوائجه إلى أهل نجران، فقالوا: أليس نبيك يزعم أن هارون أخو مريم هو أخو موسى؟ فلم أدري ما أرد عليهم حتى رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنهم كانوا يسمون بأسماء من كان قبلهم. سبحان الله، ظاهر الحديث وظاهر الآية أنه كان أخا لها اسمه هارون.
ويحتمل أن يكون أخته بمعنى إيه؟ شبيهته في العبادة، رجل صالح فيهم برضو تاني غير شقيق لها، وإنه إيه كان إيه؟ على أساس أن أم مريم نظرت ما في بطنها لله عز وجل لخدمة المسجد، وكانت تريده ولدا، كأنه يتفهم من الكلام أنه ملهاش ولد تاني، ولكن ليس صريح، لأنه ممكن يكون ولد تاني وكانش نظرته لله، فقالت ده بقى هنذره لله، فطلع فكانت أنثى، فلذلك رجت أن يكون من ولدها من يكون إيه؟ من يكون لله، فتهى النذر في هارون، أو أنه كان يعني قد تكون، ولكن ده خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أقرهم على أن هارون أخو مريم، ونفى أن يكون إيه؟ أن هذا هو هارون أخو موسى، أن هارون أخو موسى، فالرسول أقر وحده إيه؟ وعلى ظاهرها، والتي هي ظاهر القرآن، ظاهر القرآن أن هارون أخو مريم. وقال بعضهم عني به هارون أخو موسى، ونسبت مريم إلى أنها أخته لأنها من ولده، قالوا للتميمي أخ تميم، وللمضري أخ مضر. عن السدية أخت هارون قال كانت من بني هارون أخي موسى، وهو كما تقول يا أخا بني فلان. وقال آخرون بل كان ذلك رجلا منهم فاسقا معلن الفسق فنسبوها إليه، حتى ما جابش مين لقى القول اللي معلوش دليل، ده اللي فيه تهمة تنافي سياق الآيات، لأنه قال ما كان أبوك امرأ سوء، يبقى هيقولوها يا أخت هارون يعني أنت أخت الرجل الفاسق. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، أنها نسبت إلى رجل من قومها، والصحن أنها نسبت إلى أخيها هارون الذي سموه باسم أنبيائهم. ما كان أبوك امرأ سوء، يقول ما كان أبوك رجل سوء يأتي الفواحش، وما كانت أمك بغية، يقول وما كانت أمك زانية. هذا من أقسى النقد، لأن هذا مفهوم تماما أنهم يقصدون أنت يا ابنة الرجل الصالح صرت زانية، ويا أخت الرجل الصالح صرت زانية، فضحت قومك وفضحت أسرتك. عن السدي قال في قوله وما كانت أمك بغية قال زانية، وقال وما كانت أمك بغية ولم يقل بغية، لأن ذلك مما يوصف به النساء دون الرجال، فجرى مجرى امرأة حائض وطالق. وكان بعضهم يشبه ذلك بقولهم ملحفة جديدة وامرأة قتيل، يعني يقول ان الكلمة دي بتستخدم للمذكر والمؤنث، هو صحيح ان كلمة بغي من الاسماء مختصة بالنساء، فلم يحتج فيها الى الايه؟ الى التاء المربوطة. وممكن تكون زي كلمة زوج، زوج دي لا يحتاج إلى زوجة، وإن كانت تصح خلق منها إيه؟ زوجها، يعني خلق منها زوجتها، زوجته. فأشارت إليه، يقول تعالى ذكره فلما قال قومها ذلك لها قالت لهم ما أمرها عيسى بقيله لهم، ثم أشارت لهم إلى عيسى أن كلموه. لا ده كده شبه تصريح، هذا لا يفهم منه غير التصريح. قال لما قالوا لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية قالت لهم ما أمرها الله به
فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام أشارت إليه إلى عيسى. يعني الأول قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، سكتي سكتي إزاي يعني؟ يعني تجيب هذا الشيء الفري وتسكتي؟ فأشارت إليه. عن قتادة أشارت إليه أمرتهم بكلامه، عن وهب منبه أشارت إليه أن كلموه، عن ابن جريج فأشارت إليه أن كلموه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سبحان الله، كم من الحكمة البالغة أنها أشارت إليه لكلمون ليزدادوا أيضا في الحقيقة، ليتأكدوا أنه في المهد، وأن الأصل أنطقه الله بذلك غيظا منها، ولكن كان في الحقيقة ليقرروا على أنفسهم المعجزة، وهي أن من كان في المهد صبيا لا يتكلم. كيف نكلم من كان في المهد؟ فلما نطق كان ذلك مخرسا للجميع. يعني هي قالت كده فقط، قالت إني نذرت للرحمن صوما ولم تزد. لا، هي قالت مرة واحدة وخلاص. فإما ترين من البشر إيه؟ أحدا. يعني قالت مرة واحدة الكلام ده وخلاص. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يقول تعالى ذكره. قال قومها لها كيف نكلم من ولد في المهد، وكان في قوله من كان في المهد معناها التمام، لا التي تقتضي الخبر. يعني صبيا دي مش خبر، كان من كان في المهد، يعني قول ايه كان في المهد، يعني ايه ولد في المهدي، وصبيا تأكيد بيان. وذلك شبيه المعنى بكان التي في قوله هل كنت إلا بشرا رسولا، وإنما معنى ذلك هل أنا إلا بشر رسول، وهل وجدت أو بعثت، كما قال زهير بن أبي سلمى زجرت عليه حرة أرحبية وقد كان لون الليل مثل الأرندج. قد كان وقد صار أو ولد، عني بالمهدي حجر أمه. عن قتادة من كان في المهدي صبيا المهد الحجر. قال إني أعبد الله. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.